بالظبط كانت بتشتغل فيها انا مدينه نقاده. نقاده اولا في محافظه جنة 30 كيلو ما بين جنة، في الوسط ما بين جنة والاقصر، يعني تبعد ما يقرب 35 كيلو من نجاده والاقصر، و30 كيلو بين محافظه جنة ونقاده، يعني احنا في السنتر في النص ما بين الاثنين. مشهوره شهره دوليه هنقول، او يعني ليها شهره كبيره، في ناس اجانب عارفه شغل نجاده، يعني بيجي لما بينزل الاقصر او اسوان بيقول انا عاوز شغل نجاده. ليه؟ لان نجاده زي ما بقول ان هي مشهوره بحرفه الفركه من عهد الفراعنه، يعني حرفه تراثيه بتوارث من الاجداد حتى الان. الحرف التراثية تعرضت للإهمال، ما بيجدش زي الأول. كانت كل بيت هنا في نجادة فيه أكتر من نول، نول واثنين وثلاثة، وكل البيت بيشتغل على الأنوال. كان المصدر الرئيسي في فترة اللي هو كانت مزدهرة بيه الفركة، وكانت بتطلع بيه برا، كان يصدر للسودان ودول أفريقيا عامة يعني، بس خاصة في السودان. كانت نجادة في السبعينيات والستينيات، كان كل بيت هنا في زي ما نقول في أنوال، وكان كل الشغل بيطلع على السودان ودول أفريقيا، بس السودان كانت أقوى دولة أفريقية كانت تاخد المنتجات الفركة، وكان عندهم عادات وتقاليد بيستخدموا فيها الشال الفركة. كان الحرير، كان حرير كان يروح هناك، وكان ليهم سوق هناك للفركة، وكان أي بنت لازم تتزوج لازم يكون عندها شلال من الفركة كعادة وتقاليد عندهم. كان في عادات الظهور برضو، ففي حاجات عندهم لازم فيها الفرق. دخل التعليم ودخل الظروف الاقتصادية اللي مرت بها السودان في الثمانينات والتسعينيات تقريبا، ما بيجتش زي الأول، ما بيجتش مستورد للفركة بنجادة زي الأول. ويمكن حتى الآن برضو التعليم أصبح له دور قوي في تغيير العادات والتقاليد في السودان، وأصبح الاتجاه هنا في نجادة إن معظم الناس اللي كانت شغالة في الفركة يا سابتها وشافت حرفة تانية عشان مصدر يتطور على مصدر دخل ليها، أو تشتغل. في ناس ابتدت تشتغل على السوق السياحي وغيرت شوية من المنتج بتاعها، خلته يعني أصبح أقطانه بيجي حتى بيسمى بالشال السياحي، واشتغل فعلا في السوق السياحي هنا سواء في الغردقة أو الأقصر أو أسوان أو، ولكن ما بقيتش نجادة زي الأول. ابتدت الدنيا ما فيش، يعني أصبح معدودة على الصوابع الناس اللي بتشتغل في الفرقة.